طبعا من المفهوم أن حكومة بهذا الشكل تشكلت وفي هذه الظروف تكونت ومن رحم سبقات سياسية وصفت بالفاسدة والمليئة بالرشا لا ينتظر منها شيء. وزراء في السجون موقوفون عند النائب العام، وزراء يعني ينتحلون الصفات العلمية ويضعون درجات علمية أمام أسمائهم، مسؤولين أيضا طلعوا حتى في الشهادة الثانوية قاعدين ماخدوهاش، رئيس حكومة أيضا مطعوم في شهاداته ولا يلتزم بما يتعهد به، وآخرها تقرير مدوي لديوان المحاسبة فضائحي غير مسبوق على الإطلاق، فساد ونهب لم يسبقهم إليه أحد. في وسط هذا الأداء المميز، وطبعا التميز مش شرط في الأشياء الجيدة، يمكن أيضا حتى التميز والتفوق في الفشل، لكن أبدا لم نتصور أنه من الممكن أن تسمح هذه الحكومة لناطقها الرسمي أن يتجرأ على دول أخرى كمصر أو غيرها، وأن يعني يشعر بأنه من الممكن أن يوجه نصائح. هذا بصراحة ليس تعليقنا، هذا ردود فعل عديدة رصدناها ليس فقط من أصحاب الرأي والفكر في ليبيا ولكن حتى على مستوى الوطن العربي. على كل الليلة موضوع في غاية الأهمية والحساسية بين بنغازي والقاهرة، سنناقش ملف الليلة، خليكم معي، أهلا بكم. القاهرة، أثينا والمتوسط، رهان الغاز والسيادة وحمودة ينصح. أرحب بضيفي الكريمين اللذين لبيا دعوتنا اليوم لإثراء المشهد، دكتور عثمان البدري وكيل وزارة الخارجية السابق للشؤون الفنية وأستاذ تاريخ العلاقات الدولية في جامعة بنغازي. دكتور عثمان أهلا وسهلا بك وشكرا لقبولك الدعوة لإثراء مشهدنا الليلة. أهلا وسهلا أستاذ حسام، بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة. أهلا بك. ينضم إلينا أيضا من القاهرة الأستاذ علاء فاروق الكاتب الصحفي، أهلا وسهلا بك أستاذ علاء وشكرا لقبولك الدعوة لإثراء مشهد الليلة. أهلا أستاذ علاء. مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم، أهلا وسهلا. أهلا بكم. دعني أبدأ أستاذ علاء من بنغازي. دكتور عثمان، يعني اخترنا الليلة هذا العنوان لمشهدنا، القاهرة أثينا والمتوسط، رهان الغاز والسيادة وحمودة ينصح. حضرتك وكيل سابق في وزارة الخارجية وإن كنت لشؤون فنية ولكن شخصية سياسية وتقلدت هذه المهمة المهمة وضمن أيضا وزارة الخارجية، يعني كيف تتصور أن يقوم ناطق رسمي باسم حكومة ما بالإدلاء بهكذا تصريح؟ يعني مقبول ونتفهم التصريحات السياسية والرسمية والدبلوماسية التي تعلق على المواقف السياسية المختلفة، لكن أن يصل إلى أن يقوم ناطق رسمي بمهمة النصح لوزارة خارجية دولة ما بغض النظر مصر أو غيرها ويستخدم مصطلح أو فعل أنصح، لم يقل حتى ننصح نحن كحكومة بعيدا عن مفهوم النصيحة، لكن هل فعلا حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بموضع أن تقدم نصح لوزارة عريقة كوزارة الخارجية المصرية، خاصة وأن اللقاء بين وزيري الخارجية المصري واليوناني كان يتحدث عن الشأن في منطقة المتوسط حيث نزاع دولي إقليمي وليس يعني نزاع فقط بين مصر وليبيا؟ الجزء الأكبر اللي كان من المؤتمر الصحفي أو سيطر على المؤتمر الصحفي للسيد حمودة، يعني هو خص حتى مصر بالذكر لما يتحدث حتى على الجانب اليوناني، لكن إجمالا نريد أن نعرف يعني كيف يعني تختار حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس قنواتها في التواصل مع كل الأطراف الدولية سواء كانت
في المحيط الإقليمي أو فيما أوسع من ذلك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكركم على هذه الاستضافة، وأود أن أحييك أخي حسام، وكذلك أود أن أتوجه بالتحية لضيفك الكريم، كما أود أن أتوجه بالتحية أيضا للمشاهدين الكرام الذين يتابعوننا في هذه الليلة أو يتابعون هذا المشهد في هذه الليلة. أهلا وسهلا. الحقيقة الحديث عن يعني ما حدث من تصريحات للسيد حمودة فيما يتعلق بتعليقه على المؤتمر الصحفي أو زيارة وزير الخارجية اليوناني لمصر، في تصوري أن هذا التعليق بكل تأكيد هو خلى من منطق الدبلوماسية أولا، وأيضا على ما يبدو أن هذا التعليق لم يكن على الإطلاق يعني يأتي في إطار الموقف الذي يعني يترجم حقيقة أو واقع الحكومة التي يفترض أن تكون لديها الثقة الكاملة في عملها وفي إجراءاتها، وأن كل ما اتخذته من إجراءات هي كانت بصدد أو في إطار عمل دبلوماسي حقيقي يعني ينسحب أو يتناغم مع طبيعة البلد. نحن نعرف بأن الدولة الليبية الآن تمر بحالة أو بمرحلة صعبة جدا الحقيقة في على كل الصعد، وبالتالي لا أتصور بأن هذا الوضع الذي فيه هذه الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، هو وضع يمكنها من أنها تدخل في نقاشات على هذا المستوى، أو تجد نفسها في إطار يعني صراع إقليمي حامي جدا زي ما ذكرت حضرتك فيما يتعلق بتغيرات جيوسياسية، وأيضا تحالفات يعني بدأت تتشكل، وهناك نزاع إقليمي ودولي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد أن اكتشفت يعني ثروات هائلة من النفط والغاز في هذه المنطقة، وبالتالي أصبح الموضوع في هذه المنطقة أصبح يعني ليس بالسهولة بمكان لكي تخوض فيه الحكومة الليبية في هذه المرحلة تحديدا وفي هذا الوضع الذي تعيشه، أن تخوض هذا المعترك السياسي الدولي الذي يعني في اعتقادي أنه يعني يكون مدعاة لدخول كثير من الأطراف، سواء كانت الأطراف الإقليمية أو الدولية التي يعني لديها أطماع ولديها مكاسب ولديها يعني مصالح في هذه المنطقة. وبالتالي في اعتقادي بأن الحكومة الليبية أو الحكومة الوحدة الوطنية لم تقوم بدراسة هذا الموضوع تحديدا بشكل علمي وبشكل فني وبشكل مدروس أيضا، حتى يعني تستطيع أن تدخل في هذه هذا الصراع الإقليمي. طيب دكتور، وأيضا هناك مسألة أخرى وهي ضرورة. نعم، احنا حنعرف من الاستاذ علاء يعني الراي العام في مصر كيف استقبل هذا، ربما يساعدنا ايضا في التعرف على بعض اراء المسؤولين، هل هناك اي رده فعل تجاه المؤتمر الصحفي اللي عقد بالامس. لكن قبل ان اذهب الى القاهره، يعني سيد حموده ناطق باسم حكومه الدبيبه تحدث عن ان شرعيه حكومته او الحكومه التي يعمل بها او الحكومه التي يعمل عندها او الحكومه التي يتحدث باسمها قال يحددها الشعب الليبي، وهو يتحدث عن حكومة جاء بها المجتمع الدولي. لا أعرف عن أي شرعية يتحدث، لهذا سأتوجه لحضرتك بالسؤال، يعني يتحدث عن شرعية يحددها الليبيون في وقت أن الليبيين لم يختاروا هذه الحكومة ولم يكن لهم أي رأي، وإنما حكومة جاءت بطبقة سياسية شابها الفساد وتوافق عليها المجتمع الدولي وأمست في طرابلس. في رأيك ما الذي أرادت حكومة الوحدة الوطنية من خلال
ناطقها الرسمي أن تقوله في ما يخص الشرعية. نعم، موضوع الشرعية أستاذ حسام، الكل يدعي وصل بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. الحقيقة مسألة الشرعية الآن في اعتقادي أو حسب وجهة نظري بأن جميع الأجسام الموجودة الآن على الساحة هي فاقدة للشرعية، والشرعية الحقيقية هي للشعب الليبي، والشعب الليبي لم يعطي هذه الشرعية لهذه الحكومة، إنما ربما أعطاها لهذا البرلمان، ولكن للأسف الشديد خاب ظن الشعب الليبي في هذا البرلمان الذي اختلق له المجلس الأعلى للدولة وجره في كل هذه المماحكات السياسية وهذا الانشطار السياسي الذي حدث في البلد، وتناسى ما يريده صاحب الشرعية الحقيقي وهو الشعب الليبي الذي يعرف أن شرعيته يعطيها لمن يريد عبر صناديق الاقتراع وليست عن طريق اتفاقات وصفقات ورشا تأتي من هنا وهناك وربما يتم الاتفاق عليها في أماكن سرية وثم يعني تفرض على الشعب الليبي ثم يحاولون إلباس الشرعية عليها. هذا أمر طبعا لا يستقيم على الإطلاق، وجميع الوطنيين والذين يهمهم مصلحة الوطن في ليبيا كلهم يرفضون كل هذه التصرفات وهذه السياسات التي لا يعني لا تقنع أحد ولا يمكن أن يقتنع بها الأحرار في هذا البلد. الشرعية الحقيقية هي شرعية الشعب الليبي، شرعيته التي لم يتمكن أو لم يمكن إن صح التعبير الشعب الليبي من أن يعطيها لمن يريد، خاصة بعد إجهاض عملية الذهاب إلى الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي. وبالتالي الكل الذي يدعي الشرعية ليست لديه شرعية، كانت هناك أجسام خرجت علينا وكانت لديها مهام محددة وفقا للاتفاق، إن سلمنا جدلا بأن هذا الاتفاق هو اتفاق من أجل يعني تسيير الأمور أو الوصول بهذا البلد إلى بر الأمان، فإن هذا الاتفاق قد حدد المهام بشكل صريح وواضح، ولا يمكن لهذا الجسم الذي يعني حقيقة أعطاه ربما البرلمان بداية الشرعية ولكنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه. ولاحظنا أن والكل يعرف بأن هذه الشرعية قد تم سحبها من هذا البرلمان، وإن كان من هذه قصدي من هذه الحكومة أو حكومة الوحدة الوطنية، وإن كان البرلمان جاء سحبه لهذه الثقة في إطار في احتقادي ردود الأفعال نظرا لأن ربما لم يكون هناك تفاهم بشكل جيد مع السيد رئيس الحكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي كانت هناك ردة فعل. لكن المحصلة دكتور أن من منح، وبالتالي بدأ المشهد يتعقد أكثر. نعم، لكن المحصلة دكتور أن من منح الثقة سحبها، أي إن كانت الدوافع أو التمهيديات إنجاز التعبير. الآن أستاذ علاء، يعني لا يختلف اثنان وهذا واضح أن القاهرة وأثينا رسميا ومن خلال تصريحات المسؤولين فيها وبالذات وزراء الخارجية، يعني رسميا يسحبان اعترافهما بدبيبة وحكومته، يعني هذا الأمر كان واضح، وتصريح وزير خارجية اليونان أمس كان أكثر وضوحا، ونحن نعلم اليونان دولة في الاتحاد الأوروبي، هناك الكثير يتوقع يعني تمدد أو زيادة عدد الساحبين للاعترافات بهذه الحكومة في طرابلس. لكن دعني أبدأ مع حضرتك أولا ردود الأفعال، يعني أنت نعم مصري وفي مصر، ولكن أريد موضوعيا كيف استقبل الرأي العام في مصر، المسؤولين في مصر، هل هناك أي ردة فعل من الخارجية حول تصريحات الناطق باسم الحكومة أمس واللي بلغت تميزها، واليوم لاحظناه يعني ترند تقريبا في وسائل التواصل الاجتماعي الليبية أنه ينصح واستخدم
فعل أنصح، يعني هو مش حتى حكومته، لم يتحدث حتى أن ننصح كحكومة، قال أنصح الخارجية المصرية أن تكون أكثر مرونة. يعني أريد أن أسجل معك كيف استقبلتم هذه التصريحات، هل هناك أي ردة فعل رسمية أو غير رسمية أو من خلال الصحافة وأصحاب الرأي في القاهرة حول هذه التصريحات؟ ثم يعني يريد تعرج على موضوع الشرعية، وماذا تقصد القاهرة واليونان بإعلانهم رسميا سحب اعترافهم بهذه الحكومة ووصفها بأن حكومة منتهية الولاية؟ تفضل استاذ فاروق. في البداية يعني لا يوجد طبعا رد فعل رسمي على هذه التصريحات، كونها تصريحات يعني لا تليق طبعا أن تصدر من الحكومة، حتى وإن كانت بالفعل أنها تمثل الدولة الليبية بشكل كامل، ولكن يعني ليس من اللائق أن يعني يظهر متحدث باسم حكومة، أو يعني إحنا شفنا يعني أحداث جسام في ليبيا ولم نرى هذا المتحدث يظهر ويتحدث عنها، أو وآخرها طبعا الكارثة الكبرى التي أثرت جدلا دوليا مثل حرق الجثث في مدينة سبراتا مثلا، فلم يظهر أي متحدث، أو لم يتحدث منها مثلا متحدث ويطمئن الداخل الليبي والمجتمع الدولي وغيره. لكن هذه طبعا الرد فعل هذا طبعا كان مستغرب جدا، ولكن الدولة المصرية دولة ذات مؤسسات لا ترد طبعا على مجرد تصريحات من متحدث، هي كانت أشبه بتحليل سياسي وأشبه بتلاسن وليست هي رد. لكنه كان مؤتمر صحفي رسمي أستاذ فاروق. نعم أعلم أنه مؤتمر صحفي رسمي، ولكنه لم يعني يراعي أنه متحدث باسم حكومة، وأنه يعني يجب أن يكون حتى الرد موضوعي، يعني إذا اختلفت أنا وحضرتك الآن. لكن هذا ألا تعتقد أن هذا أيضا لا يبرئ الحكومة ولا يجعلها تتنصل مما ذكر في المؤتمر الصحفي، خاصة أنه لاحظنا أن السيد حمودة كان يقرأ يعني يقرأ كلامه وتصريحاته من ورقة، يعني يبدو أنها قد أعدت قبل أن يخرج في هذا المؤتمر الصحفي. هو طبيعي طبعا هو بيتكلم بمكتوب، يعني هو طبعا متحدث باسم حكومة لا يستطيع الخروج عن يعني الإطار المرسوم فيه ماذا سيذكر الرجل أو يتحدث فيه، ده هذا طبيعي كونه متحدث رسمي باسم حكومة، فهو يعني ما نطق به هو ما كتبه له بيبا أو فريق المحيط به سيد عبد الحميد بيبا، يعني فهو الأمر يعني، لكن الأمر نفسه كان مستغرب لأنه لم يرد حتى بشكل يعني أولا الذي تحدث عن الاتفاقية أو رفضها أو تحدثت عنها الدولة المصرية جاءت في إطار يعني ذكرت مرتين، المرة الأولى تحدث فيها وزير الخارجية بشكل فردي وبيان رسمي لوزارة الخارجية رفض هذه الاتفاقية، وللعلم الدولة المصرية ليست الوحيدة التي رفضت الاتفاقية التركية، يعني الناس دائما مركزة مع مصر واليونان، يعني هناك دول الاتحاد الأوروبي بالكامل، الاتحاد الأوروبي بالكامل رفضها، الأمريكية الاتحاد الأوروبي دولة فرنسا إيطاليا كثير من الدول تحدثت، حتى بعض الدول الإقليمية مثل الجزائر وبعضهم يعني تحدث، والدول الشمال أفريقيا أنهم هذه الاتفاقيات يعني، والاعتراض المصري ليس يعني كما يسوق حتى يعني حكومة السيد عبد الحميد بيبا يسوق أن الدولة المصرية فقط لأنها ترفض شرعية الحكومة فهي ترفض الاتفاقية مع تركيا، وهذه مغالطة مهم يعني غريبة جدا تحاول بها حكومة بيبا إثبات أن الدولة المصرية في عداء مع طرابلس فقط أو مع عداء مع بيبا شخصيا، وهذا يفرغ القضية من مضمونها. الدولة المصرية هي تعترض لثلاثة أسباب، السبب الأول أنها ترى أن هذه الاتفاقية تمت بين طرفين فقط دون التشاور مع باقي الأطراف المشتركين في المتوسط، فليست تركيا فقط هي المسيطرة مثلا على ولا حق التوقيف فقط وغيرها مثلما فعلت مع حكومة السيد السراج. الاعتراض الثاني أنها الدولة المصرية ترى أنه حتى موضوع المتوسط موضوع حساس جدا دوليا وموضوع إقليميا مهم، فلا يجب أن تنفرد به دولة، وخاصة دولة مثل تركيا هناك بعض المناوشات والخلافات مع الدولة المصرية، فالطبيعي جدا أن تتواجد بالقرب منها من حدودها المائية أو من حقوقها في المتوسط، هذا يثير جدل، يعني لماذا يعني هل تضغط الدولة التركية لإنجاز المفاوضات مثلا مع الدولة المصرية، هل تخنق الدولة المصرية في المتوسط، فكل هذه الأمور يعني يجب أنت حتى تفكر في أنك إذا كنت لا تريد صناعة أعداء فيجب أن تكون هناك اتزان في التواصل مع الأطراف الأخرى. السبب الثالث الذي تعترض به الدولة المصرية على الاتفاقية التركية ترى أنها تسير مع بعض الاتجاهات الدولية والتي ترى تجميد التعامل مع الحكومتين الموجودتين الآن في ليبيا، أنها لا تريد التعامل مع حكومة بيبا كونها قانونا وبتصريحات ملتقى الحوار السياسي وبتلميحات من المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، وكثير من الدول تحدثت أن هذه الحكومة انتهت قانونيا بانتهاء
مدتها وفق اتفاقية جنيف أو ملتقى جنيف الذي جاءت من خلاله. أيضا فالدولة المصرية تسير مع هذا المنوال، هي ليست في عداء مع بيبا بشكل شخصي، وهذا هو ما يحاول أن يصدره السيد عبد الحميد بيبا، أن مصر في عداء معه وأنه هو الذي يسبب الإرباك للدولة المصرية. هذا غير يعني هذا يعني أمور مغالطات يعني يحاول بها كسب الشارع الليبي، وأن مصر تحاول سرقة الحقوق الليبية وغير ذلك، وهذا أمر غير دقيق بالمرة. حتى اعتراض الدولة المصرية على الحكومة على الاتفاقية الموقعة مع السراج لم تتعدى مجرد اعتراض رسمي واضح في إعلانات وغير ذلك، ولكن لما بدأت تركيا الترقيب وغيرها وبدأت حكومة السراج تتعامل بعقلانية وحكمة مع الدولة المصرية ومفاوضات رسمية دبلوماسية راقية، بدأت الدولة المصرية تتفهم، وصدرت تصريحات حتى من الخارجية المصرية وقالت الاتفاقية التركية ليست مضر يعني لا تضر بالمصالح المصرية بالشكل الكبير. طبعا ونتج عن هذا افتتاح السفارة المصرية في طرابلس. طبعا والسفارة المصرية موجودة في طرابلس حتى اليوم يعني. لا أنا أقصد أنه نتيجة معالجة الموضوع بطريقة أو بأخرى نتج عنها تطور العلاقات مع طرابلس إلى أن وصل إلى افتتاح السفارة المصرية رسميا في طرابلس. أقصد كان نتيجة لهذا التقارب في وجهات النظر. يعني ما أنا بقول لحضرتك هو يحاول الدبيبة والفريق المحيط به ومن يحدد له السياسات الخارجية أن يصدر صورة للشارع الليبي والرأي العام أنه مصر في عداء شخصي معه، وهذا غير صحيح. مصر من أوائل الدول التي اعترفت بالسيد عبد الحميد بيبا، مصر وقعت 16 اتفاقية مع حكومة الدبيبة، فهذا الأمر يعني حتى لو تحدثنا بالمنطق أنا لست متحدث هنا باسم الحكومة المصرية يعني وليس لي علاقة بها، الحكومة المصرية لها متحدث ولها مؤسسات التي تدافع عنها ولست أدافع، ولكن والله أتحدث بتجرد ومنطق. كيف تحاول أن تصدر للناس والرأي العام أن السيسي ونظام الدولة المصرية وغيرهم في عداء شخصي معك ومع حكومتك، وأنه يعني وهذه الأمور والدولة المصرية أول دولة فتحت لك الأحضان واستقبلتك وفتحت جميع الأمور حتى المشاكل مع النايل سات بالمليارات وتم التفاوض حولها وتم تقسيطها وغير ذلك، كل هذه التسريبات تقدمت من الدولة المصرية، والدولة المصرية حتى رغم أنها رحبت بالحكومة الناتجة عن مجلس النواب ولكنها احتراما للاتفاقيات الدولية لم تفتح الأبواب بشكل كبير لحكومة السيد فتحي بشار. فكل هذه الأمور ينكرها السيد بيبا ويتحدث الآن فقط على تصريحات من وزير الخارجية المصري الذي عبر عن وجهة نظر الدولة المصرية وتخوفات الدولة المصرية من الأزمة في البحر المتوسط. وكان من اللائق جدا أن ترد حتى على هذه الاتفاقيات هذه التصريحات أو توضيحها على الأقل وزيرة الخارجية في حكومة بيبا وليس متحدث باسم الحكومة ويظهر بهذا الاستعلاء والتحدث هي على كل يعني. نعم هي سقطات هذه الحكومة، وإن كان آخر فضائحها نصيحة حمودة للخارجية المصرية العريقة يعني كانت عديدة وليس آخرها هذا ولن يكون، وبدأت أكيد بفضيحة التسجيلات التي قام بها وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية السيد وليد اللافي الوزير بالحقيبة في زيارته للقاهرة، واللي قام بها بتسجيل يعني اجتماع خاص مع مسؤول مصري وطلب من موظفيه ربما تسريبها، وهذا شكل أزمة حقيقية في ذلك الوقت. يعني الكثير رجح أن حكمة الدبلوماسية المصرية هي التي يعني عالجت تعاملت مع الموضوع بحكمة وبتأني أكيد تقدير للوضع أساسا الهش اللي عليه البلاد. طيب اسمح لي أستاذ علاء أن نعود إلى بنغازي. دكتور عثمان، بلومبرغ اليوم نشرت يعني تصريحات نسبتها إلى السيد أردوغان، الرجل على كل رأي طامع حتى في البر مش البحر بس، عنده فكرة هو البحر غير خطوة بش فيه حتى في البر أطماع أخرى. إنما البلومبرغ اليوم ولمتابعيه نشرت خريطة توضح المنطقة في شرق المتوسط، ووصفتها بلومبرغ بهذا التعبير: منطقة المياه المتنازع عليها تماما. في هذا التقرير اللي نشرته اليوم قالت إن أردوغان يقول إن تركيا ستبدأ استكشاف النفط والغاز في المياه الليبية بعد الاتفاق الأخير مع حكومة طرابلس. طبعا بلومبرغ استخدمت مصطلح حكومة طرابلس، نبي حضرتك تعلق، لأن بلومبرغ ما هيش صحيفة عادية ولا مؤسسة عادية، لكن استخدمت حكومة طرابلس، ولا أعتقد هنا الإشارة أنها باعتبارها العاصمة. على كل رفض أردوغان انتقادات الاتحاد الأوروبي، و
داخل ليبيا لسعيها لتوسيع التعاون في مجال الطاقة ما إحدى الإدارتين المتنافسات، ونشرت هذه الخريطة. طبعا يتكلم على العديد من التفاصيل، زيادة قدرة خط أنابيب الغاز العابر للأناضول إلى 32 مليار متر مكعب، وأن أردوغان يؤكد أن الاتفاقية الآن مع ليبيا أنشأت لمنطقة جديدة للتعاون في منطقة الجرف القاري اللي وصفاتها بلومبرغ زي ما قلت بمنطقة المياه المتنازع عليها. طيب في تصورك دكتور عثمان، القاهرة وأثينا وشرق المتوسط والاتحاد الأوروبي، ليبيا اللي القرار فيها منتزع في طرابلس، أمس وصفنا قلنا ربما تركيا تستخدم قواتها اللي موجودة هناك كالمسدس الذي يضع مسدس في رأس رهينة، كأنها تتخذ المنطقة رهينة لتمرير يعني مخططات الخاصة أطماعها. البعض البارحة بصراحة وهنا في المشهد السادة أفاضل ذهب إلى أنه قد يكون الأمر عبارة عن ورقة سياسية يعني تخرجها تركيا متى تريد للتفاوض للحصول على مكاسب أخرى، قد تكون مع اليونان، قد تكون مع مصر، وحينها عندما تتحقق قد تعطي ظهرها بالكامل لهذه الاتفاقية. وإن لم يكن الأمر كذلك فهي الاتفاقية موقعة أو المعاهدة موقعة أو مذكرة تفاهم، وهذا أيضا يجر أو يدر على خزينة أنقرة أرباح لم تكن في حسبانها أصلا، هي تستورد في الطاقة. فأريد تقييم من حضرتك للوضع بشكل عام في هذه المنطقة اللي وصفتها بلومبرغ المتنازع عليها، هل تتصور أن الأمر سيكون سلس لحاكم أنقرة أم أنه فعلا سيصطدم بمصالح هذه الدول، وأن الأمر لن يعدو كونه مجرد ورقة سياسية قد تجعله يكسب بعض المكاسب السياسية مع الدول اللي الفترة الأخيرة كان بينه وبينهم توترات حقيقية؟ نعم، هو يعني هذا السؤال في الواقع هو يعني مس يعني عمق حقيقة المسألة، وفي اعتقادي بأن توضيح هذا الموضوع يجعلنا نتحدث في محورين. نعم، المحور الأول هو زي ما أشرت إليه حضرتك، وهو أن يعني فيه هناك أبعاد للسياسة الدولية، وأن هناك أوراق تستخدم من أجل مكاسب سياسية في أماكن أخرى، وبالتالي من هذا المنطلق على ما يبدو أن الدبلوماسية التركية تعمل بهذا الأسلوب أو بهذه الطريقة التي يعني تحاول بقدر الإمكان الاستفادة من الوضع الراهن في هذه الدولة التي تعاني، وبالتالي تستخدم بعض الأمور ومن بين هذه الاتفاقيات من أجل الضغط على يعني دول أخرى إقليمية من أجل تحقيق مصالح معينة. وإن كان الاتفاقية التي شاهدناها وإن كانت من الناحية الفنية يفترض أن تدرس بشكل جيد من قبل مختصين، وأن يهيئ حتى الرأي العام المحلي للقبول بهذه الاتفاقية، ثم يمكن الذهاب إلى عقد مثل هذه الاتفاقيات، ولكن كل هذا لم يحدث. وبالتالي أستاذ حسام يجب أن نراجع التاريخ قليلا أو نرجع إلى الماضي من خلال تتبعنا لتاريخ السياسة الدولية، وخاصة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والشرقي بشكل محدد، نجد بأن تركيا لم يكن هذا الأسلوب بجديد عليها، ويجب علينا الرجوع إلى عام 1912 حينما قامت باستغلال الوضع في ليبيا، عندما كانت هي المسؤولة عن هذه الولاية الوحيدة التي ظلت في هذه المرحلة تابعة للدولة العثمانية آنئذ. وبالتالي نجد بأنها تنازلت عن هذه الولاية ودخلت في اتفاقية أوشي لوزان في عام 1912، ونتيجة لمساومات أو اتفاقات دخلت فيها مع إيطاليا
من أجل بعض المكاسب في بحر إيجا أو بعض الجزر التي يعني كانت تحاول الحفاظ عليها، وبالتالي يعني ضحت بهذه الولاية. الآن نجد بأن المشهد يعود مرة أخرى، وإن كان بطريقة وبأسلوب ربما يكون مختلف. الاتفاقية التي حدثت هي من أجل استغلال هذه الدولة التي تمر بوضع سياسي صعب، لم تكن فيها الأمور تسير بشكل طبيعي، الشرعية متنازع عليها، الكل يدعي بأن لديه الشرعية والشرعية هي للشعب، والشعب لم يقم أو لم يقول كلمته بعد، وبالتالي نجد بأن هناك استغلال لهذا الظرف، ظرف البلد، من قبل يعني هذه السياسات التي جرت والدخول في هذه الاتفاقية التي يعني بكل تأكيد أثارت حفيظة كثير من الدول سواء كانت الإقليمية أو الدولية، معارضة الاتحاد الأوروبي بالكامل، معارضة مصر، معارضة ربما بعض الدول الأخرى في شرق المتوسط، كل ذلك يعني في اعتقادي بأن تركيا تدرك تمام الإدراك بأن هذه الاتفاقية وبهذا الرسم الذي شاهدناه على الخارطة هو لن يعني يتحقق بنسبة 100%، لأن تعرف بأن هناك معارضات كثيرة، ولكن ربما لم يكن هذا هو الهدف. يعني هذه الخريطة التي شاهدناها لم تكن هي في الأساس هي الهدف، ولكن ربما قد يكون هناك أهداف ليست معلنة، وهي بهذه الطريقة وباستغلال الظرف، ومثل ما أشرت حضرتك ربما عندما تتحقق هذه الأهداف ستدير ظهرها إلى هذا البلد الذي يعاني، ولكن يقع اللوم دائما على الحكومة التي دخلت في هذه الاتفاقية. وإن كان يدعي البعض بأن هذه الاتفاقية هي في صالح الدولة الليبية، ولكن نحن يجب ألا ننسى هناك أعراف دولية وهناك قوانين دولية يجب أن تعمل الخارجية الليبية أو مسؤولي الخارجية وفق هذا الإطار، لا يمكن الخروج عنه، ويجب أن نترك الأماني أو التمني جانبا، لأنه ربما هذه الأماني الغير مشروعة وفقا للقانون الدولي ربما لا تتحقق. هناك من يقول بأن هذه الاتفاقية ربما من الناحية الفنية ربما فيها هناك كثير من المصالح للدولتين، هناك من يقول للدولتين التركية والليبية، لكن في اعتقادي بأنها إثارة حفيظة كل هذه الدول والاتحاد الأوروبي عامة، وأمريكا أيضا احترضت، والدول الإقليمية التي بكل تأكيد هي متضررة من هذه الاتفاقية، هذا كله لن يصب في صالح السياسة الخارجية الليبية، خاصة وأنه نعرف بأن هناك تنازع داخلي، ربما هذا التنازع الداخلي يعني ينعكس بكل تأكيد على علاقات البلد الخارجية. ومن هنا يجب أن يعني نحاول أن نفهم هذا الموضوع في هذا الإطار الذي يجب أن ننطلق منه، حتى يعني يمكننا تقييم هذه الاتفاقية أو هذه السياسة التي دخلت فيها هذه الحكومة بشكل علمي ومنطقي وبشكل بعيد، حتى لا تكون الرؤية عند أخمس أقدامنا ثم نتفاجأ بردود فعل ربما لا تجر الخير على هذه البلد في قابل الأيام. نعم أستاذ حسام. طبعا يعني لا يمكننا أن ننسى أساسا أنه أساسا مش مطلوب منها الحكومة، يعني لا الخارجية مطلوب منها تؤدي بدور أو يختار، هو أساسا مش مطلوب منها توقيع هكذا مذكرات واتفاق اللي جاء بها من جنيف واضحة بنودة. طيب أستاذ علاء، يعني هل تتصور أن إشارة بلومبرغ بالنص، صورة أستاذ علاء وين موجود معنا، تركيا تسعى للاستفادة من نفوذها على حكومة طرابلس لتأمين موارد طاقة جديدة، في تصورك أستاذ علاء هل أرادت بلومبرغ أن تشير إلى القوى العسكرية التي تملكها أو التي يعني تضعها تركيا في غرب البلاد ومرتزقتها هناك، هل أراد بلومبرغ أن تشير إلى ذلك وأن
تركيا تستفيد من وجودها العسكري في المنطقة الغربية لتمرير هكذا الصفقات، تسعى للاستفادة من نفوذها على حكومة طرابلس، استخدمت هذا التعبير. ثم أين يمكن أن تقف تركيا أمام هذه الأطماع وهذه المشاريع، خاصة أن أردوغان يتكلم اليوم على أنه بدأ العمل مع أذربيجان لمضاعفة قدرة أنابيب خط أنابيب الغاز العابر الأراضون، وصفه بأمر بالغ أهمية. هل يمهد أردوغان للانتخابات؟ هل التي يعني يتوقع أنه من الممكن أن لا يكون له نصيب فيها؟ طيب، خاصة بعد يعني الخسارة المدوية والمضاعفة التي مني بها حزبه في انتخابات إسطنبول. ونحن نعلم دائما القولة الشهيرة لأردوغان، من يحكم إسطنبول يحكم تركيا، فالوضع حساس بالنسبة له. هل يرتب ملفاته لكي يدخل الانتخابات على الأقل وإن كان من باب البروباغاندا؟ علنا الآن برضو أيضا نصدي له خدمة عندما نعطي الموضوع هذا الحجم، فينعكس ذلك على الداخل التركي، وبالتالي يعني تسجل نقاط إيجابية في صالحه في الانتخابات القادمة. هي طبعا اتفاقية أصلا تدخل في إطار الدعاية الانتخابية لأردوغان والحزب، وكونه طبعا حتى وزير الخارجية من رجالة أردوغان في الحكومة وفي النظام الحاكم، فكل هذه الأمور وهو جاء بتخطيط منه طبعا وبتخطيط من وزير الدفاع ورئيس المخابرات، كل هؤلاء هم رجال أردوغان في العملية الانتخابية، وهم من يديرون البرنامج الانتخابي القادم له بعد حالة ضعف وخسارته في بعض الانتخابات المحلية والبلديات. وأيضا هذه الاتفاقية كان هناك خطوط كثيرة يفتحها أردوغان محاولة يعني إعادة طرح نفسه ومشروعاته وحزبه إلى الشارع التركي مرة أخرى، وكانت الاتفاقية الليبية هي أحد هذه الأمور. ولكن إذا كان حتى الحكومة الليبية ذكر السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية قال إن هو يعني الاتفاقية يتم دراستها منذ سنة، يعني طبعا هذا طبعا أمر كبير جدا، يعني هل تم دراسة الاتفاقية منذ أن وصلت بيبا للحكم مثلا؟ يعني هو قال مدة عام، دي هو عدى العام ببعض الشهور يعني، فهل بدأ يعني دراسة هذه الاتفاقية مع منذ وصوله الحكم مثلا؟ والأمر الآخر، هل كان يخطط لهذه الاتفاقيات والتي كان يتأكد أنها ستسبب إشكالية مع دول هامة له مثل اليونان في أوروبا ومصر في الدول الجوار والدول الإقليمية، ولكنه أصر على توقيع هذه المذكرة، ولكن يعني رغم أن هناك اتفاقية، مش عايزين ننسى أن هناك اتفاقية أصلا ما بين الدولة الليبية وما بين تركيا، فما الداعي لمذكرة التفاهم لتوسيع نفوذ تركيا أكثر؟ حتى مش عايزين نقول أو بعض الفنيين يذكروا لنا ماذا استفادت الدولة الليبية من اتفاقية السراج مع تركيا مثلا، ما العائد مثلا الاقتصادي والعائد المادي الذي استفادت منه الدولة الليبية، ويذكر لنا هذه الاستفادات كلها. هذه الاتفاقية كانت العنصر الأساسي والمهم لها أنها اتفاقية بحرية عسكرية، هي التي أوجدت القوات العسكرية التركية في مدينة مصراتة ومدينة طرابلس والموجودين بقوة، ومعروف طبعا تواجدهم ونفوذهم الموجود في الغرب الليبي. ولكن لنقول هذا طبعا يعني أنا أعترض يعني طبعا أن يكونوا نسميهم مرتزقة، هم جاءوا باتفاقية وعلى الدولة الليبية تتحمل المسؤولية بقى، يعني هم اللي جابوهم باتفاقية موقعة من الجانب الليبي. ما ذكرته من بلومبرج الحوار مع أردوغان النهاردة كان فيه أمور كثيرة جدا، طبعا من الطبيعي جدا الدولة التركية تبحث عن مصادر أخرى للطاقة بعد الأزمة الأوكرانية الروسية، وبعض كانت يعني تركيا تبني على التعامل الروسي في الطاقة كبير الفترة التي حدث فيها تقارب ما بين الروس والأتراك بخصوص الملف الليبي والملف السوري. ولكن بعد هذه يعني روسيا بعدما اكتشفت يعني ان قد يكون اردوغان يسعى فقط لبراجماتيه وانه يسعى فقط لتحقيق مصالحه في المنطقه ابتعدت عنه بعض الشيء، وظهر ذلك في الازمه الاوكرانيه الروسيه ان اردوغان دعم موقف اوكرانيا وبدا يساند اوكرانيا حتى دوليا وفي مجلس الامن، فهذا سبب يعني اشكاليه كبيره مع روسيا، وهذا ما أفقد أردوغان طبعا يعني موضوع مصادر الطاقة بشكل كبير في أمور أخرى وأمور أخرى، وليس الطاقة فقط، اتفاقيات حتى اقتصادية والقمح وغيرها من الأمور الأخرى، جعل الدولة التركية يعني في حالة اقتصاد يعني ربما يكون في أزمة اقتصادية قادمة عندهم، وكانت منذ فترة طبعا ليست بالبعيدة هناك أزمة في انهيار الليرة التركية مثلا وحدوث مشكلات وارتفاع الأسعار، يعني هناك كثير جدا وأمور اقتصادية داخلية في الداخل التركي. فأردوغان دائما في موضوع الأزمات يتعامل معها بموضوع تصدير هذه المشكلات إلى الخارج، يعني عندما مثلا يحدث إشكالية في الداخل التركي تجد أردوغان يتحرك مثلا لمساندة أذربيجان مثلا في قضية معينة، يتحرك لمساندة كرغيزستان بمظاهرات ضد الحكم هناك وغير ذلك، وتحت إطار طبعا مسمى حقوق الإنسان وغيره، هو يحاول إلهاء الشارع التركي أو المجتمع الدولي كله الذي يركز
مع مشروع أردوغان على أنه يحاول فتح ثغرات أخرى تخفف الضغط المحلي عليه، وهذه طبعا ليس من العيب، هذه استراتيجية للتعامل مع مشكلات قد تكون طيب ناجحة في الدولة التركية، والسياسة الخارجية التركية من أنشط السياسات معروفة في المنطقة يعني. طيب استاذ علاء، فإذا يعني كنت أنت تفتح أبوابك فتحمل ما يحدث لك. نعم استاذ علاء، إذا كانوا إذا سلمنا جدلا، وهذا رأي الغالبية وليس رأينا أو ننقله، هو ننقله عن رصد العديد من الآراء اللي والمواقف اللي تبين إن يبدو أن المفتاح الرئيسي لمكاتب طريق السكة في طرابلس قد يكون في أنقرة. إذا كان إذا اتفقنا أن هذا صحيح، خاصة وأن الكثير يتحدث عن مفهوم السيادة الآن، ويعني حتى الاتفاقية نصيب ليبيا واللي تحصلت عليه ليبيا في 2019 باليمين قدمه الدبيبة بالشمال في مذكرة التفاهم هذه، حتى خريطة أكيد شفتها، كانت ليبيا شريك حتى على الأقل بالنص بالنص، أصبحت تأجر يعني أصبحت مؤجر تأخذ مقابل إيجار في وقت إن يعني الطرف التركي لم نسمع أن عنده خبرة في البترول ولا في الاستكشافات، إذا كانوا 95% ولا أكثر أو أقل ربما بقليل من الطاقة تستورد تركيا برا، مش عارفش الخبرة اللي عندهم، وأكيد واضح أنها حتأخذ المشاريع إذا كانت بدأت في التنفيذ وتعطيها بالباطن أو تعطيها لشركات أخرى يعني زي شل وزي الشركات الكبيرة، يعني زي قال أين أذنك يا جحا بالنسبة لليبيين أو نقصد بالنسبة لحكومة الوطنية. لكن إذا قلنا أن مفتاح الرئيسي لمكتب الرئيسي في طريق السكة في أنقرة، ويعني شو بنسميها أنا المناوشة مثلا الأخيرة اللي كانت أمس من الحكومة على لسان الناطق الرسمي لها للقاهرة، وأيضا إذا لاحظنا التطورات يعني لحد ما الإيجابية اللي كانت بين أنقرة والقاهرة الفترة الأخيرة، يعني هناك تقدم، كيف ممكن تتصور يعني تمدد المشكلة تصاعدها بين طرابلس والقاهرة أو بين القاهرة وحكومة الوحدة الوطنية؟ وهل المفتاح التركي ربما يكون له دور؟ هل هذا الأمر سيؤزم أو يفقد التحسن إنجاز التعبير اللي صار بين أنقرة والقاهرة بعض ما تحقق يعني إجمالا، خاصة أن استقبال وزير الخارجية اليوناني بالأمس في القاهرة أكيد لم يكن عبطا أو مجرد لاتخاذ الصور أمام الكاميرات، أكيد ما وراء هذا الأمر الكثير من المتغيرات أو المواقف. أستاذ فاروق، الدولة التركية تسير على طريقين متوازيين، هي في المفاوضات دي طريقتها في المفاوضات بشكل عام، المفاوضات الطريقة الأولى أنها تحاول التفاوض مع جميع الأطراف في الدولة مثلا وفتح هذه القناة دون صدام، يعني التحاول مثلا الدولة المصرية عن عدة ملفات، ملف مثلا حقوق الإنسان، ملف الاتفاقيات الاقتصادية، في مشروعات كثيرة جدا لتركيا هنا عندنا في مصر بمليارات الدولارات، يعني تريد تركيا ألا تخسر دولة مصر في القارة الأفريقية وفي موضوع الدول الإقليمية المهمة جدا بالنسبة لها في الشرق الأوسط. ولكن الطريق الموازي الآخر وهو ما يمكن أن نسميه طريق تحت الطاولة أو خلف ستار، وهو محاولة تجميع أكبر عدد من أوراق الضغط الذي يمكن أن تمارسه على الدول الأخرى، مثلا هي في خلاف مع روسيا فهي تحاول تصدير مشكلة في سوريا مثلا لروسيا، بحاول إضعاف روسيا في نقطة معينة، ولكن في العالم تتفاوض مع روسيا ويعانق أردوغان بوتين ويتحدث معه بإيجابية ويثني على الدور الروسي وغير ذلك، فهي تسير على هذين الطريقين المتزايد مع جميع الدول، وهي تحاول أيضا يعني وضع يدها في المناطق الرخوة جدا مثل الدولة الليبية، وجدت فيها طبعا يعني وجدت فيها يعني ما تسعى له في المنطقة بشكل كبير، ووجدت أن هناك حكومة يعني ربما تمر بمرحلة حصار دولي ومحاولة يعني ابتعاد الكل عن التعامل معها بشكل مثلا مثل ما كان في البداية، يعني حتى الأمم المتحدة لم تتعامل مع حكومة دبيبة في الفترة الأخيرة مثلا بعد حتى تعيين مبعوث أمم جديد، فأصبحت الدول تتعامل بحساسية شديدة مع حكومة دبيبة وتتعامل الدول مع دبيبة وتتعامل مع بشغل لإثبات هذا الأمر. خليني أقول لك حاجة بس مهمة ممكن نبني عليها تحليل آخر في موضوع طرابلس وأنقرة، أن زيارة السيد عبد الحميد بيبا لأنقرة مؤخرا التي كانت بالتزامن مع وجود فتح بشاغة، هذه الزيارة حاول فريق الإعلام للسيد عبد الحميد دبيبة تصدير صورة أن هذه الزيارة دعم من الدولة التركية لحكومة دبيبة، ولكن يعني المصادر التي اجتمعت وحضرت اجتماعات مع التي جمعت أردوغان ودبيبة أكدت لنا أن أردوغان نفسه
نفسه تحدث إلى دبيبة وقال له هذه الزيارة لا تعني الدعم المطلق لك، ونحن فقط ندعم العملية الانتخابية ولا ندعم حكومات، ونود أن نرى حكومة موحدة في ليبيا يمكن التعامل معها وفتح الأبواب لها بشكل كبير. وأنت حتى لو رأيت في لغة الجسد والصور التي اتخذت ما بين أردوغان ودبيبة ترى هذا الأمر، ستقرأ جيدا كيف كانت الزيارة وما تحمله من دلالات. هل تتصور أن دبيبة أراد أن يشتري موقف متقدم أفضل، أن يحسن الموقف التركي تجاهها من خلال التسريع بتوقيع مذكرة التفاهم هذه؟ قد تكون، يعني قد نكون نقرأ هذا الأمر في هذا الإطار، كون دبيبة بيحاول بحث عن داعمين دوليين له بعد موضوع الإشكالية والتنازع على السلطة التنفيذية في ليبيا، فهو يسعى إلى دول مهمة، دولة مثل تركيا هي عضو في مجلس الأمن، عضو في حلف الناتو، فكل هذه الأمور تحاول وهي أقرب إلى طرابلس في مقابل، يعني أنت ستدفع مقابل وهي تدعمك مثلا مقابل شيء معين، يعني لا يمكن أن تستفيد. وطبعا أنت تعلم أن المتشبث بالسلطة أو الذي يريد البقاء لأكبر وقت ممكن في السلطة أيا ما يكون، سواء دبيبة أو الأسماء الأخرى الموجودة في المشهد السياسي في ليبيا، كل هذه الأسماء تسعى يعني التعامل مع الشيطان، يعني إذا صح التعبير، طالما سيضمن لهم البقاء في المشهد، يعني أي ما ممتاز. هو لا يفكر للحظة، يعني موضوع أن أنت تتحدث أن الاتفاقية مثلا ستسبب الإنجازات وهي من حق الدولة الليبية والسيادة الليبية، وهذه الشعارات التي تردد لدغدغة العواطف في الشارع الليبي هي يعني حركات مفهومة، سوري يعني واضح. هي حركات معروفة، أنت هدفك نعم. كله البقاء في السلطة، يعني إذا كانت هذه حتى مذكرة التفاهم تتعارض مع المصلحة الليبية تعملها برضه، هذه محطة يعني خلي بالك دي الأنظمة التي تريد الاستمرار بأكبر. هذا صميم المحطة القادمة من حوارنا اللي سأنقله إلى بنغازي حتى نعرف يعني اتهامات اليونان لتركيا بأنها تمارس الضغط على طرابلس وتستغل الصراع على السلطة اللي في ليبيا، وهل يعني فعلا زي ما ذهب بعض المحللين بأن تركيا ستكون واحدة من أهم القوى اللي ستعمل على ألا تكون هناك انتخابات في ليبيا تغير المشهد السياسي وتأتي بقادة سياسيين أقوياء قد يفقدوها ما تحققه الآن من مكاسب. فاصل، ابقوا معي. دكتور عثمان، يعني أمس كان واضح وزير الخارجية اليوناني بأنه نقل اتهام اليونان رسميا في خلال المؤتمر الصحفي اللي أجراه مع السيد سامح شكري رئيس الدبلوماسية المصرية، عندما اتهم تركيا بأنها تمارس الضغوط على دبيبة في طرابلس وأنها تستغل وتستفيد من الصراع اللي صاير على السلطة. الأستاذ فاروق أشار قبل شوي أنه بلغ أردوغان، أقصد بلغ دبيبة، بأنه رأوا هذا لا يعني دعمه وإنما نحن ندعم الانتخابات، وكأنها تركيا فعلا تتمعش تعيش يعني تنتعش وتستفيد من هذا النزاع القائم. اتهام اليونان كان واضح أمس بأن تركيا تسعى أو تعمل على استثمار وازدهار هذا الخلاف لأنها تنتعش وتتمعش عليه. هل تتصور أن الأمر كذلك؟ ثم إن كانت الإجابة نعم، هل تتخيل أو تتصور أو تذهب مع من ذهب بأن تركيا أبدا لن تساعد على إجراء أي انتخابات في ليبيا، قد تأتي بقيادات سياسية جديدة حقيقية تمثل إرادة الشرع الليبي والشعب الليبي والتي من الممكن أن تغير اللعبة، وبالتالي تفقد أنقرة الكثير من الامتيازات التي تتمتع بها الآن في حالة النزاع الحالية؟ دكتور عثمان. نعم، الواقع أن تركيا بسياستها هذه وبالرجوع إلى ما تعانيه هذه الدولة من مشاكل ربما اقتصادية تمر بها وصراع داخلي وانتخابات وهناك معارضة، فبكل تأكيد بأن الدبلوماسية التركية تحاول بقدر الإمكان استغلال الوضع الموجود الراهن في ليبيا،
والذي هو في حقيقة الأمر هو مريح لها بشكل كبير جدا. فهي زي ما ذكرت حضرتك تتعايش على هذه الأزمة وتستفيد منها وتحاول بقدر الإمكان أن تستغلها أو تستغلها من أجل يعني الوصول إلى مكاسب، سواء كانت هذه المكاسب داخلية تتعلق بالأزمة الاقتصادية، وأيضا تتعلق بمسألة الانتخابات المقبلة، وتتعلق بحسابات ربما داخلية، وأيضا تتعلق كذلك الأمر بحسابات دولية وصراع إقليمي مع اليونان تحديدا. وبالتالي بكل تأكيد بأن هذا الوضع الذي أوجدت عليه الدولة الليبية الآن من تفكك ومن عدم اتفاق وأيضا صراع داخلي حميم، وصل إلى حد أن الليبيين بدأوا يلتجئون أو يرتمون، أو لا أقصد جل الليبيين إنما بعض التيارات السياسية والساسة الذين تصدروا المشهد، بأنهم يذهبون إلى الارتباء في أحضان بعض هذه القوى المحلية. هذا من جانب. الجانب الآخر الذي يأتي في إطار الإجابة على سؤالك أستاذ حسام، نعم، وهو بكل تأكيد بأن ماذا تعني الانتخابات لكل هذه القوى الموجودة، سواء كانت القوى المحلية المستفيدة الآن والمتصدرة للمشهد والتي لديها السلطة وبيدها السلطة وهي يعني منعمة ومترفة وتتمتع بخيرات هذا الشعب المسكين، وبالإضافة إلى القوى المحلية مثل تركيا، فإن هذا الوضع مريح لها تماما، وبالتالي كيف لهم أن يدفعوا باتجاه انتخابات حرة ونزيهة، وإن كان المعلن هو وقوفهم مع الانتخابات، ولكن حقيقة وواقعا والغير معلن هو أن هذه الانتخابات هي تعني لهم الوقوف عند حدودهم، تعني لهم أنهم سيقفون عند حد معين وسترسم خطوط حمراء لهم ولغيرهم عند وصول يعني أناس تم اختيارهم من الشعب مباشرة عبر انتخابات حرة ونزيهة وعبر صناديق اقتراع. وبالتالي هذه الشخصيات التي قد تصل إلى صدارة الحكم هي ستقول قف لكل من يحاول العبث بهذه الدولة، وستنطلق باتجاه النظر والبحث عن المصلحة الحقيقية للشعب الليبي. هل تتصور هذا دكتور عثمان؟ هل أنت متفائل من هذا؟ ألا تتصور أنه من الممكن أن يعني تلعب تركيا دور يعني دور المشترط الذي يضع شروط أمام التغيير في ليبيا؟ يعني ربما تجي تقول يلا اوكي انتم عندكم انتخابات، انا سنقبل نتائج انتخاباتكم، عندها سلاح وعندها مرتزقه وعندها قوات والان عندها اتفاقيات، لكن تقول لك بشرط حتى اللي بيجي جديد نبي نضمن انا اللي حققته من انجازات ونضمن مصالحي. الى اي مدى تتوقع ان هذا الوضع ايضا ممكن تتعرض له السياده الليبيه حتى وهي على اعتاب تغيير الجميع يامله ويترقبون ان يكون قريبا؟ ما مرات تقعد تمارس في الضغوط حتى على اللي جاي، تقول لك طيب انتم من انتم تديروا انتخابات، لكن هذا الشروط يعني راهو باش نقبل انتخاباتكم لابد المصالح تكون محفوظه ونحصل على ضمانات، والا حنقعد هنا ونبقى وراء عدم الاستقرار الدائم. نعم، هو استاذ حسام هو في حاله ان تملي شروطها وهي تعرف جيد بان لديها ادواتها على ارض الواقع، وهي وجود يعني قوات على أرض الواقع، ربما هذه هي الأدوات الحقيقية التي ربما يعني ستفرض بها شروطها. ولكن هذه الانتخابات إن قدمت فإنها يجب أن تكون قادمة في مناخ وفي جو مناسب، ويفترض أن تسبق هذه الانتخابات خروج كل المرتزقة
اللي موجودين على الأرض الليبية وخروج كل القوات الأجنبية حتى يمكن لمن يصل مستقبلا أن يقول لا أو يطلق لا 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 آته التي يريدها في وجه تركيا وغيرها. لكن إذا كانت تركيا ستحتفظ بأدواتها الضاغطة الموجودة على أرض الواقع فإن ربما ستملي شروطها حتى على القادم، هذا صحيح، ولكن إن فقدت هذه الأدوات فلا أتصور في اعتقادي بأنها تستطيع أن يعني تملي شروطها على من يتم اختياره عبر صناديق الاقتراع، خاصة وأنه سيكون منطلقا من شرعية شعبية، من شرعية قوية، ويجب أن يضع نصب عينيه هذا الشعب الذي اختاره بشكل حر ونزيه. إنما كل من يأتي بغير الصندوق وبغير إرادة الشعب الليبي هو سيكون رهينة وسيوافق على كل ما يملى عليه، خاصة من هذه القوى المتدخلة في الشأن الليبي وفي الملف الليبي والتي لديها تأثير واضح مثل تركيا بكل تأكيد. حتى يعني وصول يعني هذه الحكومة كان في إطار اتفاق سياسي صحيح، ولكن لا نعلم ماذا حدث في كواليس هذا الاتفاق، وبالتالي ربما هناك شروط مسبقة، خاصة وأن هناك يعني أدوات موجودة لبعض هذه القوى الإقليمية التي تتدخل في الشأن الليبي. نعم أستاذ علاء، يعني إلى أي مدى أنت مقتنع من هناك أنه بإمكان الليبيين أن يغيروا هذا الواقع؟ إلى أي مدى يمكن تحقيق مبدأ أو فكرة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة اللي موجودين على الأرض الليبية لضمان نتائج انتخابات حقيقية وسليمة وتحرر القرار الليبي، عودة السيادة الليبية وإن كانت بالتدريج، لأن نعتقد أن بعد الانتخابات الناجحة يعني ليبيا تستقر، وقد يكون هذا أسمع. قد يكون هذا تمهيد لخروجها من تحت مظلة الفصل السابع. فأريد أن أعرف رأيك بموضوعية، وإلى مدى يمكن أن تدعم القوى أو الدول الإقليمية اللي متضررة بصراحة من الوضع في ليبيا واللي يهمها جدا استقرار ليبيا وأن أمنها القومي فعلا امتداد حقيقي للأمن القومي الليبي. تمام، انا دايما بتكلم معاك موضوعيه، يعني مش معنى السؤال ده، لكن انا اتكلم معاك موضوعيه في كل الامور. الامر الاخر، موضوع المرتزقه هو موضوع دولي وليس موضوع محلي، يعني الليبيين مش ما لهمش ايد فيهم. الاطراف موجودين في الغرب الليبي باتفاقيه موقعه مع السراج، وخروجهم يحتاج اراده دوليه لالغاء هذا البند او الضغط على تركيا لاخراج هؤلاء مره اخرى، خاصه بعد ازدياد نفوذهم مرة أخرى، وربما مذكرة التفاهم الجديدة يكون فيها بنود تخص هذا الأمر ولم يتم الإعلان عن ذلك مثلا. يعني فأنا وإنت ما نقدرش نضمن هل في بند مثلا بيسمح بتواجد أكثر أو بزيادة هذا العدد، وتعرف أن أردوغان والبرلمان التركي صوت على زيادة العدد منذ شهور قليلة. يعني أيضا الفاغنر الروس الموجودين في الشرق الليبي أيضا هؤلاء مرتزقة يتم استغلالهم من قبل بعض الأسماء المحلية وبعض القيادات المحلية التي ترى أو تستأنس بوجودهم خوفا من أي إسقاط أو هجوم أو إبعاد أو غير ذلك، أيضا مستفيدين منهم. فهناك إشكالية في هذه فهؤلاء المرتزقة، وربما أيضا نرى يعني جنسيات أخرى موجودة مثل الجنسيات الأفريقية وغير ذلك الموجودة شرقا وغربا. والجنوب الآن، حتى الجنوب الآن يعني يبدو أنه خرج بعيدا كثيرا، ابتعد كثيرا عن موضوع عن الدايبة وعن حتى القيادة العامة وعن حفتر في الشرق، في موضوع أنت تعلم مافيا الهجرة غير الشرعية وغيرها، أصبحت الحدود الآن في أزمة حدودية مع شمال أفريقيا ومع دول الأفريقية المشتركة في حدود مع الدولة الليبية. الأمر المرتزقة هو قرار دولي في الأساس يعني، ولكن هذه الدول لن تنسحب بسهولة تخوفا من المشهد القادم. يعني المشهد القادم اللي انتوا حاولتوا تتكلموا فيه في موضوع العمليه الانتخابيه، المشهد القادم اللي هو يتلخص في من سيحكم ليبيا الفتره القادمه، اذا جاء مثلا الحاكم باراده شعبيه ولكنه ايضا لم يكن موالي مثلا لدول، يعني هي مشكله المجتمع الدولي، مشكله المجتمع الدولي عايزين يسيطروا على الشرق الاوسط والدول العربيه والدول الضعيفه او الدول الناميه بشكل عام،
في تصدير بعض، يعني من يتصدى للمشهد يكون هم على علم بيه قبل ما يوصل، يعني هم عايزين يعملوا اتفاقيات وتربطات مع حتى اللي هيجي يحكمونا بعد كده قبل ما يوصلوا اصلا للحكم، وبعدين يقول لك وصل بطريقه يعني انتخابيه وشعبيه وغير ذلك، ثم بعد ذلك تبدا المصالح تظهر مره اخرى. هل انت مثلا كنت تتخيل يوم من الايام ان السيد عبد الحميد بيبه مثلا يصل الى رئاسه السلطه التنفيذيه في ليبيا؟ هل كنت تتخيل في يوم من الايام السيد فتحي باشاغا الذي كان وزير داخليه قوي جدا ان يصل الى ان يشكل حكومه اخرى مثلا تسبب بعض الاشكاليات في المشهد السياسي؟ دعنا نتكلم بموضوع التجرد، يعني كل هؤلاء عندما ظهرت المصالح الشخصيه او المصالح المناطقيه ظهر هؤلاء على حقيقتهم، كان الكثير يراهن ان هؤلاء وطنيين وهؤلاء يستطيعون قياده المشهد في ليبيا، ولكن هذا امر يجعلك تشعر بقلق. يعني السؤال الكبير اللي انت سالته في البدايه، امتى الليبيين يرتاحوا من المشهد ده ويرتاحوا من كل الاسماء الموجوده؟ والاسماء الموجوده لما نقول اسماء موجوده يجب الا نستثني احد من دبيبه، عقيله صالح، حفتر، فتحي باشاغا، كل هؤلاء، خالد المشري، الاخوان، كل هؤلاء الموجودين والمسيطرين يعني الذين يمارسون امتصاص الدماء للمواطن الليبي منذ فبراير ويرفعون شعارات فبراير وهي منهم بريئه طبعا، كون الثورة لها شعارات أخرى لم ينفذ منها أي شيء، كل هؤلاء جاؤوا لمصالح وعائلات وغير ذلك وأصبحوا يعني طيب يعني أستاذ علاء، كيف تتصور أن في جيب المواطن الليبي يا راجل؟ كيف تتصور أن الدبلوماسية المصرية ستتعامل مع تصريحات الأمس من حكومة دبيبة في طرابلس؟ هل يعني ستغض الطرف؟ هل تتفاهم الظرف الاستثنائي اللي تمر به البلاد؟ أم أننا نتوقع أن هناك تداعيات سلبية وتصعيد بأي شكل أو آخر؟ يعني أنا من وجهة نظري أتوقع أن قد يكون هناك حكمة في الدولة المصرية في التعامل مع هذا الأمر، أنه مجرد مؤتمر صحفي أو تصريحات يعني هي أقل أو أضعف من أن يتم الرد عليها بشكل رسمي. أنت تعلم طبعا ليس من اللائق أن يظهر مثلا وزير خارجية ليرد على متحدث مثلا باسم الحكومة وغير ذلك، إذا صدر ربما يصدر بيان مثلا من متحدث باسم الخارجية مثلا، هذا أقصى تقدير أو أعلى موظف ممكن أن يرد على تصريحات المؤتمر الصحفي بالأمس، ولكن لن يصل الأمر إلى إشكاليات أخرى أوسع. يعني الأمر الآخر هو أن هناك تكتل يوناني مصري وقبرص ستدخل في الإطار، وستعمل الدولة المصرية على تحشيد موقف إقليمي وموقف قد يكون أوروبي ضد الحكومة في الموجودة في طرابلس، هذا حقيقي سيحدث. يعني هذا الأمر هو ربما الأوروبي تقريبا شبه جاهز، الموقف الأوروبي معلن، سيتم دعمه من قبل بعض الدول والمصالح التي انت تعلم ان مصر مرتبطه بمصالح مع فرنسا، مصالح مع ايطاليا، لها علاقات استراتيجيه مع روسيا، كل هذه الامور ربما تسعى الدوله المصريه، ويبدو من تصريحات سامح شكري ان هذا هو التوجه المصري الجديد للتعامل مع حكومه دبيبه التي هي لم تحترم حتى الاتفاقيات التي وقعتها مع مصر، واعتبرت ان الدوله المصريه دوله طامعه فيهم، وحاولت كما ذكرت لك في بدايه اللقاء تصدر للراي العام ان الدوله المصريه تحاول حرمان الليبيين من حقوقهم في المتوسط وتحاول سرقه اموال الليبيين، وكل هذه الشعارات الكثيره التي يعني هي يعني بعيده عن الحقيقه جدا. هو موقف دبلوماسي مصري اتخذ، عليك ان تحترمه، عليك ان تفتح قنوات، اذا كنت حكومه واثق من نفسك وحكومه قويه يجب ان تفتح مثلا باب المفاوضات. انا مش عارف اصلا السفارتين، السفاره المصريه في طرابلس والسفاره الليبيه في قلب القاهره هنا في يعني ارقى منطقه في وسط البلد في الزمالك بتعمل ايه؟ يعني السفارتين بيعملوا ايه طالما في اشكاليه بين الدولتين ولا يوجد اي دور للدبلوماسيه تماما؟ يعني يتلاشى دبيبه ويرد على تصريحات وزير الخارجيه المصري، وزير الخارجيه المصري يهدد، وكل هذه الامور تؤكد ان يعني هناك اشكاليه في موضوع السفارات. يعني ما الدور الدبلوماسي الذي يجب ان يكون موجود الان حتى احتواء الازمه؟ يعني واحتواء الازمه احتواء يعني بسيط، يعني هي فتح قناه. هو في تصوري يعني هو في تصوري تطور اعتقد لتسهيل الصعاب على الناس على الشعبين اكثر منه تقارب رسمي بين حكومات في اعتقادي يعني. طيب اسمح لي استاذ علاء، لان تقريبا يعني مشهدنا قارب على الانتهاء، ان اعود الى دكتور عثمان في بنغازي. دكتور عثمان، الاستاذ علاء تحدث يعني قبل شوي على يعني ربما ما وصفه باتفاق صفقة تكتل او يعني ما بيش نقول تحشيد ولكن ترتيب مواقف مشتركة بين القاهرة وأثينا، قد يمتد أيضا الاتحاد الأوروبي اللي أساسا موقفه معلن وكان واضح. هذا يخلينا يعني نلتفت شوي إلى
تصريحات وزير خارجية الأمريكي أيضا عشية توقيع مذكرة التفاهم، واللي قال فيها أن الحكومة في طرابلس الاتفاقية اللي جاءت بها لا تسمح لها بتوقيع هكذا مذكرة تفاهم أو اتفاقيات تلزم ليبيا أو تورط ليبيا اتفاقيات بعيدة المدى، هكذا قال نصا. اليوم وقبل شوي ونحن على الهواء صحيفة عيون ليبيا تقول أن المتحدث باسم الخارجية، المتحدث باسم الوزير اللي صرح قبل يومين هكذا تصريح، قال لا يمكن للولايات المتحدة أو روسيا أو تركيا أو أي دولة أخرى أن تفرض أي حل على الليبيين، وقال عدم وجود حكومة موحدة أو توافق أو رؤية مشتركة في ليبيا سيؤدي إلى فراغ ستستغله الميليشيات. يعني كيف تشوف أنت الخطاب الأمريكي تجاه الأزمة في ليبيا؟ هل يمكن أن يعول عليه؟ هل هو فقط يعني عبارة عن تصريحات؟ لا أعتقد أن أمريكا بحاجة أن تدي بتصريحات بهذا الشكل في هذا التوقيت وهي المنشغلة بحرب القوقاز والتي يعني تجني الأرباح، ورطت الأوروبيين في حرب القوقاز وتبيع لهم الغاز بالسعر الغالي، شيء اللي يخلي هذا موضوع آخر بنناقشه، لكن على الأقل فيما يخص ليبيا يعني تصريحات الأمريكان هل هي جادة؟ هل من الممكن أن تعمل واشنطن على يعني فعلا تكبيل أو عرقلة أي تقدم تركي تجاه النفط والغاز في ليبيا؟ وإحنا عارفين العلاقة الأزلية بالنفط الليبي من خلال الأمريكان، يعني مش من الآن، منذ اكتشافه هم اللي طلع فيه أصلا. تفضل دكتور. نعم، والحقيقة يعني هذا ربما يرجع إلى مدى يعني نشاطة أو يعني حركية العمل الدبلوماسي للخارجية المصرية وللخارجية اليونانية التي بكل تأكيد أنها تحاول بقدر الإمكان بلورة موقف دولي يدفع باتجاه عدم أو سحب الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية. وهذا الحراك أو هذا التبلور الذي نشاهده الآن ربما سيأتي أكله في المستقبل، وربما ستتجه كثير من الدول إلى عدم الاحتراف بحكومة الوحدة الوطنية. ونحن من خلال يعني تتبعنا للحكومات السابقة، كل الحكومات التي وصلت إلى الحكم في ليبيا كانت تستقوي دائما بالاحتراف الدولي، وعلى ما يبدو أن الحكومة الوحدة الوطنية عندما دخلت في هذه الاتفاقية ربما يعني غضت الطرف عن أبعاد هذه الاتفاقية أو إلى أي حد يمكن أن تصل بها هذه الاتفاقية. فاعتقادي أنه إذا استطاعت اليونان ومصر تحديدا بلورت موقف قوي في إطار الاتحاد الأوروبي وثم محاولة سحب الموقف الأمريكي إلى جانب هذا الموقف الذي بدأ يتبلور، في تصوري أن هذه ستكون عقبات أمام حكومة الوحدة الوطنية. ربما نشاهد يعني في قبل الأيام عدم احتراف بهذه الحكومة وربما فتح المجال أمام حكومة السيد فتحي باشاغا، ومن هنا ربما يصل الأمر إلى يعني فقدان الشرعية الدولية إن صح التعبير لهذه الحكومة. فإذن هذه الاتفاقية بكل تأكيد مثل ما أشرنا في البداية بأنها قد أثارت وستثير حفيظة الكثيرين سواء كان على المستوى الإقليمي أو الدولي، وواضح من خلال هذه التصريحات التي شاهدناها وهذا هذه المعارضة الشديدة الحقيقة لهذه الاتفاقية سواء كانت من الاتحاد الأوروبي أو من أمريكا، وصل بهم الأمر أنهم بدأوا يشككون في شرعية حكومة الوحدة الوطنية وأنها في موقف لا يسمح لها بتوقيع مذكرات تفاهم من هذا النوع أو الوصول إلى توقيع اتفاقيات دولية وترسيم حدود، خاصة ونحن نعلم بأن هذه القضايا من الناحية الفنية في إطار عمل الخارجية الليبية هو عمل فني يحتاج إلى سنوات من خلال تشكيل لجان فنية مختصة
تعمل في هذا الإطار وتحاول بقدر الإمكان يعني إعداد صيغ مقبولة تتوافق والقانون الدولي وأيضا تتوافق والتوجه العام للدولة ولمصالحها، خاصة وأنا أعلم بأن هناك كان تشكيل كثير من اللجان خاصة في فترة النظام السابق. هذه اللجان كانت لجان فنية تعمل في إطار ترسيم الحدود البحرية، سواء كانت مع اليونان ومع مصر أو مع تركيا أو مع غيرها من الدول. هذه اللجان الفنية اصطدمت بكثير من العوائق. تخيل في فترة النظام السابق، وهو نظام كان ربما مستقر نسبيا، ولكنه اصطدم بكثير من العوائق الفنية، وهناك يعني تم تشكيل يعني تكليف محامي في بريطانيا ولديه كل المستندات في هذا الإطار. يعني هناك قضايا فنية وقضايا قانونية ربما كانت يعني تمثل عقبة حقيقية أمام الدولة في فترة استقرارها. فما بالك اليوم وهي الدولة هي دولة يعني تتأرجح بين الاستقرار وعدمه، وبالتالي لا يمكن لوضع هذه الدولة أنها تدخل في اتفاقات من هذا النوع التي أثارت حفيظة الكثيرين، سواء كانت على الصعيد الإقليمي أو الدولي. ففي تصوري أن يعني هذه الاتفاقية خلقت مناخ ربما يساهم إلى حد كبير جدا في بلورة موقف دولي ربما يصل به الأمر إلى سحب الاعتراف من حكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي ستجد حكومة الوحدة الوطنية وتركيا ربما هم وحيدين في هذا المجال. وهذا ربما يتطلب بخطوات عملية من قبل القاهرة تحديدا، وإعلان عدم احترافها، وتسليم ربما بعض يعني البعثات الدبلوماسية في القاهرة إلى الحكومة التي يعني اختارها البرلمان. ربما الأمر يصل إلى هذه الدرجة. نعم سيد حسام، طبعا واضح. بس الليبيين بس يعني ينتبهوا، وإحنا منهم يعني وبينهم، يعني على قد ما تكلموا الليبيين راي حكومة انتهت ولايتها، راي حكومة جاءت بالفساد، راي حكومة يعني جاءت بالفضايح والرشاوة، والمبعوثين الأمميين هم اللي أعنوا مش حتى الليبيين، وحتى أعضاء من لجنة الحوار قالت راهي رشاوي وبالرغم لم يستمع العالم. لكن لما وصلت في المصالح والإقليمية والنفط والغاز، حتى من البيت الأبيض والخارجية تكلمت، وحتى من التلويح بأنها غير مكلفة وغير مخولة أصبح يعني شوف كده شيء نحكم في الموضوع لما طقت في مصرحهم هذا، وننتبهوا لهالقصة. على كل الحديث مازال مستمر، أنا الوقت انتهى عندي ولم يتبقى لي الآن أتوجه بالشكر في واقع الأمر للأستاذ الدكتور عثمان البدري وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية السابق، وأستاذ التاريخ والتاريخ العلاقات الدولية في جامعة بنغازي. أشكرك دكتور على إثرائك المشهد الليلة وقبولك الدعوة ومشاركتك معنا، والشكر أيضا للأستاذ علاء فاروق الكاتب الصحفي، شكرا لإثرائك المشهد، كنت معي من القاهرة أستاذ علاء، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا لكم. ابقوا معي في المشهد مزيد. بلومبرغ تنشر: أردوغان يقول إن تركيا ستستكشف النفط والغاز في المياه الليبية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بلومبرغ تقول إنه قال إن تركيا ستستكشف النفط والغاز في المياه الليبية بعد الاتفاق الأخير مع حكومة طرابلس اللي تتخذ من طرابلس مقر لها. ورفض أردوغان تقول بلومبرغ انتقادات الاتحاد الأوروبي داخل ليبيا لسعيها لتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع إحدى الإدارتين المتنافستين في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. ولاحظنا أن بلومبرغ نشرت خريطة مع هذا التقرير، علقت عليها بعنوان أو نشرتها بعنوان أو تحت عنوان
منطقة المياه المتنازع عليها. خريطة واضحة تبين منطقة شرق المتوسط، تبين منطقة شرق المتوسط ومناطق يعني منطقة اللي صار فيها مذكرة التفاهم، وتصفها بأنها منطقة متنازع عليها، منطقة المياه متنازع عليها. التقرير أيضا يتحدث عن أن تركيا تسعى للاستفادة من نفوذها على حكومة طرابلس لتأمين موارد طاقة جديدة. تركيا تعمل على زيادة قدرة خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول إلى 32 مليار متر مكعب سنوي. أردوغان قال حسب بلومبرغ: بدأنا العمل مع أذربيجان لمضاعفة قدرة أنابيب خط أنابيب الغاز العابر للأناضول، وهو أمر بالغ الأهمية. وتنسب إليه قوله أيضا إن الاتفاقية مع ليبيا أنشأت منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري. إلى صحيفة العنوان الليبية حيث طلعتنا بهذا العنوان قبل أن نلتقيكم بشوي: المنفي يصل الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنشر هذه الصور لوصول المنفي. للأمانة عندما شفنا العاجل توقعنا أن السيد عبد المجيد تبون اللي أساسا هو اللي وجه الدعوة للمنفي لزيارة الجزائر، إلا أن للأسف لم يكن تبون في استقبالها، كان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. طبعا للسيد المنفي ولديوان رئاسة مجلس الرئاسي في ليبيا اللي يعني للأسف الشديد ويمثل رئاسة ليبيا. إياكم تعتقدوا هذا هيك عبث، ولا تبون كان عنده اجتماع ولا كان مشغول ولا لا. شفتوا الرسالة؟ هذه رسالة الجزائر للشعب الليبي من خلال رئاستها. طبعا رئيس الوزراء هو اللي استقبل المنفي في ليبيا في الجزائر. الرسالة واضحة. أرتكل 19، وهي منظمة دولية تهتم بالصحافة وحرية التعبير، تنشر: ليبيا يجب على الحكومة إلغاء القواعد الجديدة لوسائل الإعلام. طبعا إشارة واضحة وصريحة للإجراءات اللي اتخذتها حكومة الدبيبة في الآونة الأخيرة. ومع هذا أو تحت هذا العنوان تنشر: تدعو المنظمات والجمعيات والمؤسسات الإعلامية الموقعة أدناه حكومة الوحدة الوطنية إلى إلغاء قرارها الخطير بشأن الإعلام المرئي والمسموع لما يمثله من مخاطر جسيمة على تنوع وتعدد المشهد الإعلامي في ليبيا، فضلا عن تهديده لنزاهة أي عملية انتخابية مقبلة. في 15 سبتمبر 2022 أصدرت حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 811 لسنة 2022 بشأن شروط ومتطلبات الأنشطة الإعلامية المرئية والمسموعة. يتضمن القرار 811 نص مخالفة للقواعد تنتهك حرية الإعلام، مثل اشتراط موافقة السلطات الأمنية أو موافقة جهاز المخابرات الليبي، وبالتالي السماح للسلطات الأمنية والعسكرية بالتدخل في تنظيم الإعلام المرئي والمسموع. الأمر راهو جدا خطير، والمذكرة أو العريضة طويلة نسبيا، وسعوا بالكم معي شوي، لأن إن لم يتم أخذ موقف حقيقي، أعطيني الكاميرا الزميل المخرج، إن لم يتم أخذ موقف حقيقي وجاد وحاسم بل وصارم من الإعلاميين على مستوى ليبيا، راهو كأنك يا أبو زيد ما غزيت، تضحيات ودماء والليبيين شق صفهم ومشاكل كبيرة تبين عقود باش نتخلص منها من 2011 الآن، راه كله وكأن لم يكن. الأمر ما هو سهل، وإحنا حذرنا منها من 2011. أنا شخصيا اجتمعت مستشار عبد الجليل في نهاية 2011 وحذرته من هذا الأمر، وهو حي يرزق. راه الأمر خطير، ما أبقى عليه بقايا تنظيم الإخوان المسلمين أيام الانتقالي ثم المؤتمر الوطني وحاولوا يجاملوا ويهادوا، الآن تأتي عليه حكومة الوحدة الوطنية. نبهنا من هذا، وتعالوا شوفوا الآن هذه العريضة، خلينا نكمل باقي النقاط. زميل المخرج أعطينا الصورة، خلينا نشوف العنوان العريض المشاهدين بينما أكمل هذه العريضة اللي تحتوي على موضوع خطير جدا. ويزيد عدم استقلالية اللجنة من خطورة الوضع، لجنة تنظيم عمل القنوات السمعية والبصرية الخاصة
التي تشرف عليها دائرة الإعلام والاتصال الحكومي في ديوان مجلس الوزراء وللأجهزة الأمنية حضور قوي داخل اللجنة نفسها، يرأسها ضابط أمني سابق، ويشترك في اللجنة عدد من الأعضاء من بينهم ممثلان عن وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الليبي. يتم منح الإذن بالممارسة من قبل لجنة تنظيم عمل القوات السمعية القنوات السمعية والبصرية الخاصة التي تأسست في مارس 2022 بقرار حكومي رقم 151، ويتم منح الإذن بعد استيفاء وسائل الإعلام لمجموعة من الشروط التي تحدد الوضع القانوني للمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام التي تنتج المحتوى السمعي البصري بعد حصولها على ترخيص من وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات أو إدارة الضرائب ودفع الرسوم المطلوبة. ويطالب قرار الحكومة المؤسسات السمعية البصرية بدفع رسوم عالية تتراوح بين 20,000 و30,000 دولار للقنوات التلفزيونية وما بين 7,000 و10,000 دولار للمحطات الإذاعية. تشكل هذه الرسوم شروطا غير عادلة ومانعة، خاصة وأن القنوات ملزمة بدفع ما بين 4,000 و20,000 دولار كل عام لتجديد تراخيصها. وتهدد هذه الظروف استدامة المؤسسات الإعلامية التي قد تجد نفسها عاجزة عن مواصلة أنشطتها إذا لم تستوفي موافقة الأجهزة الأمنية أو المخابرات أو بسبب عدم قدرتها على دفع الرسوم الباهظة. تؤكد المنظمات والجمعيات والمؤسسات الإعلامية الموقعة أدناه أنه في حين أنه من المشروع تنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري بهدف ضمان تعددية وتنوع المشهد الإعلامي وشفافية ملكية وسائل الإعلام، إلا أنه لا ينبغي أن ينتهي الأمر بتولي الحكومة زمام الأمور، وتتطلب الانتخابات المقبلة في ليبيا حماية المؤسسات الإعلامية من التوترات السياسية ومن أي تهديدات بالإغلاق. تدعو المنظمات والجمعيات والمؤسسات الإعلامية الموقعة أدناه حكومة الوحدة الوطنية إلى التراجع عن هذا القرار الخطير وإجراء مشاورات مفتوحة وشفافة مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء لصياغة قرار يحترم حرية الإعلام واستقلاله والتعددية واستمرارية وسائل الإعلام. المنظمات الموقعة المادة 19، منظمة المادة 19 اللي الآن نشوفه في شعارها، منظمة أمان ضد التمييز AAD، منظمة مراقبة الجرائم الليبية LCW، عدالة AFA، معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان CIHRS، المركز الليبي لحرية الصحافة LCFB، ومنظمة بالعادي لحقوق الإنسان، مؤسسة المدافعين، ومنظمة المساعدة القانونية الليبية. إلى الساعة 24 تقول: قدم أبو بكر سعيد عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة المقرب من عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أوراق اعتماده سفيرا لليبيا لدى بلغاريا. ونشرت الساعة 24 هذه الصور اللي تمثل أو توثق لاستلامه لمهامه. هذا راهو عضو مجلس النواب، ما حاش قاعد حد، ما اللي قاعد بعضو مجلس النواب؟ لا، وشوفوا انتم من امتى بين مقاطعين وبين متولين مناصب مجلس النواب سكت عليهم من 2014، تو كيف اخطر له يغير ويفصل ويقبل اقالاته. المهم ما ينطبقش عليها مشكله ان تاتي متاخرا خير ما لا تاتي، لان هذا مش متاخر، هذا فات الفوت. لكن كلهم اللي عابين عليهم الناس وينهم من اهلنا في ترونة عابين عليه نائب في البرلمان ويدافع عن حقوقهم، اصبح سفير خلاص، طب طلع عيلته وقاعد صغير، ايش يدير بها ليبيا ومشاكلها وضيها اللي يهربوا والناس اللي قاعده تشكي كل يوم. الى صحيفه المرصد الليبيه. صحيفه المرصد الليبيه تقول: البناني والصادق الغرياني يستعرضان ما يجب العمل عليه لانجاح الانتخابات. بصراحه عنوان ملفت، وصوره صور اللي نشرتها المرصد اكثر لفتا للانتباه. هذا السيد البناني رئيس حزب العدالة وبناء، الدراع السياسي لتنظيم أو لجماعة الإخوان المسلمين، وهذه فعلا صورة للاجتماع، يعني أحزاب سياسية مش شبابين من صدر غرياني. ما فهمتش، تأكدوا من الصورة، تأكدنا من الصورة. طيب ما علاقة المفتي بأحزاب سياسية وبانتخابات؟ ما علاقته فعلا؟ لا، وكيف يسمحوا أحزاب سياسية تمارس عمل سياسي
أن تجلس مع عالم دين مهمة الإفتاء والفتوى ويحل مشاكل الناس وأيضا القضايا الشائكة والمعقدة في أمور الدنيا في أمور الدين، شنو علاقته بالسياسة؟ ما هو فهمونا، إذا كان الأمر كذلك كان من بداية خلاص خلي يوضحوا للناس، أجهروا بالدعوة زي ما يقولوا. أنا ماني جلست مع الدكتور صادق غرياني، هو يعلم إذا كان يشاهدني، أنا جلست وتحاورنا حتى على فبراير وقلت لليبيين لم يكن بحاجة إلى فتواك حتى يخرجوا على الظلم وعلى من أجل نيل الحقوق، ولم يردها علي. خرج الليبيين قبل فتوى صادق غرياني في وقت للكثيرين يعني يريدون أن ينسبوا له أن الليبيين خرجوا بعد فتوى، قلتها له في مكتبي بحضور شيخ شخص سيد فاضل يدعى الشيخ طلال ولم يردها علي. رجل ليس له علاقة بالسياسة، ما الذي تريدون أن تصنعونه منه؟ لماذا تتجه الأحزاب الليبية إلى مفتي دار الإفتاء للحديث في الشأن السياسي العام والانتخابات؟ يجب أن تجيب الأحزاب والسياسيين اللي حضروا هذا الاجتماع، ما الذي دار فيه ولماذا مع صادق غرياني؟ سؤال شرعي أعتقد من حقنا نطرحه في الإعلام، ونرجو أن نحصل على إجابات. ما تضطرناش نديروا حلقة نناقش هذا الموضوع، وقد تتفتق وتتفتح عنه الكثير من القضايا اللي هم الليبيين أن يعرفوها في هذا التوقيت وفي هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ ليبيا. المفوضية العليا للانتخابات تنشر على حسابها الرسمي على تويتر تغريدة اليوم تحت عنوان هاشتاج كتاب الأسبوع، عنوان مهم وملفت. لما قرينا التفاصيل ننقلوها لكم. قالت المفوضية إنه عبر سلسلة كتاب الأسبوع اللي تهدف به المفوضية إلى نشر ثقافة المعرفة الانتخابية وإتاحة المعلومة للمهتمين من محتويات مكتبة المفوضية، اختار لكم كتاب بعنوان الخطة الميدانية لاندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المسار الانتخابي. الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة يغرد: ترأست اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبو ظبي اعتمدنا فيه الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252 مليار و300 مليون درهم وإجمالي إيرادات 255 مليار و700 مليون درهم. شفتوا المصروفات 252 والإيرادات 255، بآلة حاسبة بسيطة تستطيع أن تعرفوا الفائض بين المصروفات والإيرادات. ميزانية الاتحاد يضيف الشيخ محمد بن راشد المكتوم مستدامة ومتزنة، وهي محرك رئيسي لحكومة الاتحاد ولطموحاتها التنموية ولشعب الاتحاد. واستعرضنا، يقول الشيخ محمد بن راشد، مشروع الإمارات للسكك الحديدية، أكبر مشروع للبنية التحتية في دولة الإمارات، يربط 11 مدينة وسبع مراكز لوجستية وأربع موانئ عالمية في الدولة. مشروع بتوجيهات محمد بن زايد حفظه الله ومتابعة وإشراف ذياب بن محمد، مشروع سيغير خريطة البنية التحتية في الدولة بإذن الله. ثم يختم: كما اعتمدنا اليوم انضمام دولة الإمارات لمنتدى الدول المصدرة للغاز والتهنئة بإعادة انتخاب الدولة عضوا في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو. موقع دولة الإمارات في المنظمات الدولية القيادية يترسخ بفضل جهود فرق عملنا التي لا ترى لوطنها موقعا إلا الصدارة. بصراحة تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي العديدة الأزمات اللي قاعدة تعصف بمدن أوروبية للأمانة إلى وقت قريب لم يكن هذا مألوف. واحدة من الصفحات تدعى تسمي نفسها الجزائر أعتقد تنشر هذا الفيديو تحت عنوان فيديو صادم أزمة وقود خانقة في فرنسا شاهد الطوابير. هذا طبعا دعانا إلى الفضول للمتابعة والمشاهدة. فرنسا
هذه الدولة الكبرى يعني طوابير فيها في الوقود، أمر فعلا ملفت يحتاج إلى أن نتابعه نشاهده ونشارككم هذه التجربة. إلى بي بي سي عربي، حيث تقول على حسابها الرسمي أزمة زيادة الأسعار في بريطانيا ستتفاقم. طبعا المعلومات واردة والتقرير من صندوق النقد الدولي اللي قال أن الأزمة ستتفاقم بالنسبة لزيادة الأسعار، وقال أن عام 2023 سيكون عام ركود بالنسبة للكثيرين، ويتوقع أن يرتفع التضخم الذي يرصد تغير تكاليف الحياة مع الوقت ليبلغ 11.3% قبل نهاية السنة في المملكة المتحدة وفقا لأحد التقرير لصندوق النقد الدولي. روسيا اليوم أيضا تنشر رئيس الإمارات أو نقلا عن رئيس الإمارات حجم التبادل التجاري مع روسيا تضاعف إلى 5 مليارات دولار. يذكر أن الرئيس الإماراتي التقى الرئيس بوتين مؤخرا. إلى CNN بالعربي، قصر بكنغهام يعلن موعد مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في 6 مايو المقبل. يعلق المتابعون أنه هو أكثر أمير انتظر منصبه وتتويجه كملك لطول عمر تولي الملكة والدته لمهامها حتى وفاتها قبل وقت قصير، وما زالوا يعني الرجل نقوله بالليبي بشحطوه لعند مايو الجاي، يعني لعند مايو القادم حتى يتم تتويجه. يعني أكيد في بروتوكولات معينة، بس بصراحة ما تصورناش أنه يبقى حتى مايو القادم لكي يتوج. إلى الكاريكاتير، وهذه المرة مع الفنان الكاريكاتيري الكبير خيري الشريف، تحت عنوان الذباب الإلكتروني ينشر بريشته هذه اللوحة. هذا كل شيء في مشهد الليلة، ألتقيكم إن شاء الله في مشهد الغد. تصبحوا على خير.